إنه شبح الاغتيالات السياسية الذي كاد يطال هذه المرة إما المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أو رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن لولا فرع المعلومات الذي كشف المخطط وطلب من وزير الاتصالات أولى الصحناوي عبر وزير الداخلية مروان شربل داتا الاتصالات التي قد تفيد التحقيقات، إلا أن الصحناوي امتنع عن ذلك مشترطا تحديد الداتا لمنطقة جغرافية محددة وليس لكل لبنان، الأمر الذي اعتبره مقرر لجنة الإعلام والاتصالات النائب عمار حوري منافيا للقوانين. لا يوجد مادة في القانون، وهذا ما قلناه في لجنة الإعلام والاتصالات وما أقر به وزير الاتصالات ووزير الداخلية، لا يوجد نص قانوني يمنع إعطاء كامل المعلومات إذا طلبت، وخاصة النقطة الثانية حين تطلب لأسباب أمنية. الوزير أخطأ بما لا يقبل الشك وعليه أن يتراجع فورا. وتساءل حوري هل يعلم وزير الاتصالات عواقب حجبه الداتا؟ كأن الوزير من حيث يدري أو لا يدري، وأنا أقول أنه من حيث لا يدري، أنه يعني لا أريد أن أقول يغطي، ولكن يسهل من في مكان ما هذه الجرائم. في المقابل وزير الاتصالات أولى الصحناوي بدا مصرا على مواقفه، بحيث أكدت مصادر مقربة منه للأم تي في أنه لم يعد يزود الأجهزة الأمنية بداتا الاتصالات كاملة منذ جلسة الاتصالات النيابية، لكنه مستمر بتلبية طلبات الهادفة إلى الحصول على داتا محددة جغرافيا وزمنيا، مشيرة إلى أن الحل يكون بربط الأجهزة مباشرة من خلال غرفة التحكم التابعة لوزارة الداخلية بداتا الاتصالات، وتنتفي بذلك الحاجة إلى الطلبات. وزير الاتصالات يحاول أن يربط الأمور بجلسة لجنة الإعلام والاتصالات الأخيرة، وهو ربط في غير محله، لأن مضمون هذه الجلسة كان يختلف تماما عما أعلنه الوزير المختص، ولكن على ما يبدو هذا جزء من نمط يقوم به وزراء ما يسمى التغيير والإصلاح وبعض النواب أيضا في محاولة للتغطية على ارتكابات في أكثر من محل، على فضائح متعددة شاهدناها في المازوت الأحمر، شاهدناها في الاتصالات في أكثر من موضوع، ولكن واضح أنهم يأخذون الأمور إلى المجهول، ولكن بالنسبة إلينا هذا المجهول معلوم تماما. حوري أكد أن هناك حملة لضرب قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات، معتبرا أن القائمين بها يبدون وكأنهم يغطون الجرائم التي يمكن أن تحصل.